استاذ عبد الرؤوف العادي يقول لي من الاعتذار؟ قال لي من فقد السمع بعد ان داسه قطار القمع بفعل الصفير زغاريدك ام لنفسك وقد خشيت عليها نتائج لعبك. واحد يقول لك هزوني العشريه السوداء نعتذر. الحقيقه مواقف متباينه خصوصا بعد ما سمي باليوم الوطني للاعتذار واللي دشنته استاذ وفاء شادلي وقالت ان الحقوق والحريات في تونس في حاله موت سريري وفقدنا الحريه التي كانت مع المنظومه السابقه فقد كنا نتكلم ولا يشتكى بنا اعتذر لاني ساهمت عن غير وعي في جعل تونس سجن كبير. نعطيكم المجال سي عباقي وسي مراد. انت سي مراد الان دقيقه قبل الاذان نعطيك كذلك بعد الاذان يلا. انا سي حسين نعم نعم قبل الاذان دقيقه ملاحظة معناها بالفعل في دقيقة وهي دقيقة. أرى لا أحد يملك سكوك الغفرة مش يقول نقبل الاعتذار ما اعتذرناش ولا لم هو يعتذر لنفسه ساعة في الأصل لأنه مشكلته كانت مع نفسه لم تكن مع المجموعة قبل كل شيء كانت مع نفسه. ثم الاعتذار هذا لازم يكون جدي لازم يكون ناتج على وخ الضمير. لكن إذا كان الإجرام وقع بوعي إيديولوجي وبأهداف واضحة راه الاعتذار ما عندوش معنى. أنا شخصيا ثم نوعية من السياسيين أو من الإعلاميين أو من الناس عامة لن أثق بها أبدا بصراحة. نعم نواصل موضوع سي مراد بعد رفع أذان صلاة العشاء حسب توقيت المحلي من دوتوس ومجورة. خليكم معنا. مرحبا يا صديقي. نعم سي عباقي حسين نعم اعطيك كلمه قبل الاذان ما زال اذان شويه دقيقه. نعم سعد باقي انا اعتبر يعني الاعتذار هي نقطه قوه هي الاعتذار فضيله الاعتذار شجاعه يعني الاعتذار يرسم او يردم معناها اللي هو بين طرفين اذا كان ثم طرفين متخاصمين هو الاعتراف بالخطا هو فضيله وعندما الإنسان يدبر على الباطل ويتوجه إلى الحق فهذا لابد أن نشجعه لابد أن نشجعه. نواصل معك إن شاء الله نعطيك كلمة أستاذ عبد الباقي بعد رفع أذان صلاة العشاء حسب توقيت المحلي مدينة تونس وما جاور. خليكم معنا إن شاء الله.